أهلا بكم إلى نشرة الرابعة التي نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج، وهذه أبرز عناوين اليوم. السعودية تسجل أعلى عدد من إصابات كورونا خلال شهرين عند 300 حالة، وإغلاق فوري للمنشآت المخالفة للإجراءات. دبي تشدد من إجراءات مواجهة كورونا وتخفض نسب زوار المجمعات التجارية وساكني الفنادق. الطاقة السعودية تعلن عن منظومة للطاقة الشمسية تتيح للأفراد إنتاج الكهرباء من منازلهم. أيضا تتابعون في نشرة الرابعة. ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إلى أكثر من 21% خلال 2020. أمانة منطقة الرياض تعلن عن مبادرة للاستغلال الحضري للمساحات الفارغة في العاصمة السعودية. وجه وزير التجارة السعودية الدكتور ماجد القصبي بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع المناطق السعودية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا. وكانت وزارة التجارة قد رصدت 1500 مخالفة على بعض المنشآت التجارية تمثلت في عدم تعقيم الأسطح وسماح لمخالفي الإجراءات الاحترازية بالدخول للمنشأة وغيرها من المخالفات. أيضا وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل في تغريدة على حسابه في تويتر بتشديد الرقابة على جميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها، إضافة إلى إلزام جميع العاملين بارتداء القفازات والكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل دائم. هذا وحضر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه الرسمي في تويتر من التهاون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن دول العالم لا تزال تعاني من استمرار جائحة كورونا. عودة للمنحنى في الصعود بشكل أوضح في شهر يناير الشهر الماضي، هنالك ارتفاع واضح إذا ما ركزنا فقط على هذا الشهر، وسنلاحظ بأن نسبة الارتفاع من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول تقريبا من يناير حتى الآن تتجاوز 200% نسبة الارتفاع. نتابع آخر التطورات في المملكة لمواجهة جائحة كورونا مع الزميل سالم الراجح من الخبر. أهلا بك سالم، كان من المفترض أن تكون معنا في وقت أبدر من ذلك، ما الذي أخر ظهورك على الشاشة حتى الآن؟ اسمعني سالم. نعم محمد، نحن الآن نتواجد في أحد مداخل المجمعات التجارية بمحافظة الخبر. كان من المفترض أن نكون داخل هذا المجمع، ولكن بسبب عدم تطبيق مصورنا العزيز لتطبيق توكلنا لم نستطع الدخول. كما تشاهد رجال الأمن الصناعي يتأكدون من تحميل تطبيق توكلنا لكل من يريد الدخول إلى هذا المجمع. إذن الموضوع إلزامي وليس هناك أي استثناءات سالم. نعم، قبل عدة أيام صرح أو أشدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على وجوب تحميل تطبيق توكلنا لكل من يريد الدخول إلى مباني الجهات الحكومية أو حتى إلى منشآت القطاع الخاص أو أماكن التجمعات. يجب على من يريد الدخول إلى أماكن التجمعات سواء مجمعات تجارية أو منشآت القطاع الحكومي تحميل تطبيق توكلنا، وهذا التطبيق يظهر من خلاله حالة الشخص إن كان مصاب أم مخالط أم محصن أو مصاب ومخالط أو محصن. طبعا كما تشاهد رجال الأمن يتأكدون من تحميل هذا التطبيق. أيضا خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من التسارع في الأحداث والقرارات فيما يتعلق بفيروس كورونا. هنا في المنطقة الشرقية تم تشكيل لجنة داخل مركز القيادة والتحكم في إمارة المنطقة الشرقية. هذه اللجنة مكونة من 7 جهات
حكومية وهي إمارة المنطقة وصحة المنطقة الشرقية والأمانة والشرطة ووزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة ووزارة الإعلام. مهام هذه اللجنة هو متابعة الإجراءات الاحترازية على مدار الساعة وفي مختلف الأماكن. إذا ما تحدثنا يوم أمس صرح وزير الشؤون البلدية والقروية أو وزير شؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل على أنه سيتم إغلاق كافة المحلات التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، سيتم إغلاقها بشكل مباشر. في السابق كان هناك عدد من الإجراءات التدريجية والتي تتعلق بالغرامات والإنذارات قبل الإغلاق، ولكن يوم أمس أعلن وزير الشؤون البلدية على أنه سيكون هناك إغلاق مباشر لكل الجهات التي لا تلتزم. في المنطقة الشرقية أغلقت الأمانة أكثر من 150 منشأة تجارية ما بين مطاعم ومقاهي وأماكن تمويل لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية. طبعا هذه الإجراءات التي يجب على الجهات أو المنشآت التجارية توفيرها هو أولا الالتزام بتحميل تطبيق توكلنا لكل من يريد الدخول إلى هذه المنشأة، أيضا وجود أماكن أو التأكد من لبس الكمامات إضافة إلى وعدم وجود التكدس. من يخالف هذه الإجراءات يتم إغلاق المنشأة التجارية بشكل مباشر. ولكن الشيء اللافت والملاحظ هو تحميل أو التشديد على وجوب تحميل تطبيق توكلنا لكل من يريد الدخول إلى كافة الإجراءات. كما تشاهد نحن لم نتمكن من الدخول إلى داخل هذا المجمع التجاري بسبب عدم تحميل تطبيق توكلنا. سالم، تحياتنا للمصور العزيز. ولابد من الآن أن يقوم بتحميل التطبيق الجديد، وربما في الرسالة المقبلة سنتحدث أكثر عن هذا التطبيق، عن فائدة تطبيق توكلنا وأن يكون موجودا لدى أي شخص يريد الذهاب إلى المجمعات التجارية والأماكن العامة في السعودية. من الخبر سالم الراجح، شكرا جزيلا لك. دول الخليج كانت شهدت ارتفاعا في معدلات الإصابة اليومية بكورونا خلال الأيام الماضية، وفي آخر الإحصائيات سجلت السعودية اليوم 310 إصابات جديدة بالفيروس في أعلى ارتفاع يومي منذ شهرين، فيما رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 3310 حالات جديدة. سلطنة عمان التي أعلنت بالأمس إصابات بسلالة جديدة للفيروس سجلت اليوم 161 حالة بكوفيد-19. وفي دبي اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث عددا من التدابير الوقائية لمواجهة كورونا بدءا من اليوم وحتى 28 من فبراير الجاري. تضمنت القرارات المتخذة خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق إلى 70%، وخفض عدد الجمهور في جميع دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% مع تعزيز الإجراءات الوقائية. كما ألزمت اللجنة الفنادق بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة نسبة 70% من طاقتها الاستيعابية، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل مع تشديد الاحترازات. معنا من الرياض عالمة الأبحاث والاستشارية في علم الوراثة الجزيئية للأمراض المعدية الدكتورة همسة الطيب. أهلا بك دكتورة همسة. كان الناس في تفاؤل في عام 21، كانوا يتوقعون بأن فيروس كورونا سيختفي كما انتهى عام 2020، ولكن الأمور اختلفت. الآن هناك سلالات متحورة وهناك يبدو موجة ثانية من الفيروس، ما الذي يحدث؟ مساء الخير. أولا هو مو الأمور اختلفت، هو في حاجات متوقعة. يعني الفيروس ما لا يختفي، هو ما ينشأ من العدم فلا يختفي من العدم، ولكن في عدة إجراءات احنا تكلمنا عنها كثير قبل كده وقلنا ان هذه الإجراءات ضروري انها تتبع علشان ما عاد نشوف الإصابات، مو انه الفيروس يختفي. منها اولا المناعة الجماعية عن طريق انه كل الشريحة المجتمعية كبيرة تكون تاخذ التطعيم او تاخذ اللقاح. الى الان لسه اللقاح ما غطى الجميع، فهذه رقم واحد. رقم اثنين الموجة الثانية زي انت ما ذكرت، بغض النظر عن حكاية سلالات متحورة، لان احنا بنسه بنتكلم على نفس الكوفيد 19 بسلالاته المتحورة او الغير متحورة، فهي نفس الفيروس. فهذه الموجة الثانية مع التوقيت هذا متوقع كانت قبل كده، لأنه هذا فيروس شتاء،
فمتوقع طبعا انه يكون في موجه ثانيه. واحنا تكلمنا اكثر من مره والوزاره نبهت اكثر من مره انه ترى الفيروس ما اختفى، فلابد اننا نستمر في اخذ الحيطه، لابد علينا الاستمرار بالالتزام، لا نتراخى، لا نتهاون ونعتقد انه عدد الاصابات انخفض في الصيف فهذا يعني انه الفيروس اختفى، الفيروس لم يختفي، الفيروس ما زال موجود، اللي ادى الى انه عدد الاصابات يقل بدرجه كبيره. اولا طبعا فصل الصيف زي ما قلنا ما هو فصله النشط جدا، ولكن ما زالت الحالات موجوده، والاهم من كده كان التزام الناس الشديد. الان التراخي اللي بنشوفه في التجمعات في الاحتفالات، بالاضافه الى انه هذا فصل الامراض الشتويه او فصل الفيروس هذا الكورونا فيروس، ادى الى ارتفاع الاعداد هذه، وليس فقط في دول الخليج، في جميع انحاء العالم. طيب التزام يا دكتوره صعب جدا، قد يلتزم الشخص لمدة شهر شهرين ثلاثة، ولكن أكثر من سنة بالكمامات وبالتباعد الاجتماعي، كيف يمكن إقناع الناس بالاستمرار في هذه المواجهة مع كورونا؟ لا شوف، الالتزام صعب إذا إحنا أخذناه على أنه حاجة مؤقتة وإجبارية، ولكن إحنا تكلمنا قبل كده برضو مرات عديدة أنه المفروض الالتزام هذا نتخذه أسلوب حياة. أنا ما بقول أسلوب حياة يعني نبتعد عن عوائلنا، يعني ما نشوف عوائلنا، يعني نحجر أنفسنا، هذا الإجراء الأخير اللي بنتخذه في حالة التفشي وعدم الالتزام، ولكن الالتزام بأساليب الوقاية، الالتزام بأساليب النظافة، لبس الكمامات، التباعد بين الأشخاص، إحنا مو بس بيقينا من الإصابة بفيروس كورونا، بيقينا من الإصابة بأمراض معدية كثير وبميكروبات كثير. فإذا أخذنا أسلوب حياة فما حيكون صعب أبدا، لأنه كل حاجة ميسرة ومسهلة، فإنه الواحد يكون دائما في مسافة بينه وبين اللي أمامه أو بين اللي جنبه، إنه يضع الكمامة، إنه لما يكون مصاب بنزلات برد يتجنب الاختلاط، هذه أساسا حاجات حياتية ورئيسية فالمفروض تكون نسويها في حياتنا اليومية، ونشد عليها زيادة في الأوقات اللي يكون فيها بانديميك أو التفشي زي اللي فيروس معين أو عدوى معينة زي اللي احنا موجودين فيها الآن. هذا هو المختلف، أنه نشد عليها شوية كما أشرتي دكتورة، ولكن لبس الكمامات، التباعد الاجتماعي، تقليل الأشخاص في الأماكن المغلقة، هل يساهم أيضا في مواجهة الفيروس المتحول من كورونا؟ طبعا، لأنه الميزة الأساسية في هذا الفيروس أو المتحورة فيه هو ضراوة انتشاره أو سرعة انتشاره بين البشر من إنسان لإنسان، وليس مثلا زي الميرس كورونا فيروس لما اللي كان قبل كان العامل الأساسي في انتشاره من الحيوان للإنسان، وينتشر من الإنسان لإنسان ولكن بنسبة أقل، ولكن هذا عدوته شديدة جدا، وهذا واحد من الحاجات اللي تحورت فيه. ثاني حاجة الشيء الأساسي انتقاله من إنسان لإنسان، فكل ما قل التباعد كل ما قلت فرصة وصول الرذاذ المحمل بالفيروس هذا لو كان الإنسان مصاب إليك، كل ما قلت عدد أعداد الإصابات، فأكيد التزام بالاحترازات هذه وإحنا شفناها على أرض الواقع، التزام بها يقلل نسبة الإصابة ويغير من حال إلى حال. طيب سريعا، أنت ذكرت أن المتحور فقط يختلف في سرعة الانتشار، الأعراض هي ذات الأعراض والمضاعفات هي أيضا ستبقى ذات المضاعفات للفيروس الأصلي من كورونا؟ لا لسه فقط، ولكن احنا بنقول على بالنسبه لانتشاره بالنسبه لانتقاله، ليش؟ ان اسلوب الوقايه هذا هو فعال جدا في التقليل من الاصابات، فاسلوب الوقايه هذا فعال في التقليل من الاصابات، لانه واحد من الحاجات اللي تحور فيها الفيروس انه كان شديد الانتشار. اما هل الباقي الحاجات اللي تحور فيها الفيروس كيف غيرت في صفاته، ما زال قيد الدراسه وما زلنا نكتشف عنه حاجات جديده، لكن طبعا الاعراض الرئيسيه لفيروس كورونا ما هي الشائعة مع فيروسات كورونا القديمة، مع وجود طبعا بعض الأعراض الجديدة زي مثلا اختفاء حاسة الشم أو التذوق عند بعض المصابين حتى بعد التعافي لفترة معينة، وما زلنا بنكتشف حاجات جديدة عن الفيروس كل يوم. دكتورة همسة الطيب، شكرا جزيلا لك لوجودك في الرابعة. وفيما ينتظر العالم الحصول على جرعته من لقاح مضاد لكورونا تساعده على العودة إلى الحياة مجددا، يتساءل كل شخص عن موعد بدء مفعول اللقاح وتكوين مناعة، والأهم ما إذا كان التطعيم يحمي من العدوى، والإجابة في التقرير التالي. تلك اللقاحات قد تكون الأمل الوحيد للنجاة من الإصابة في ظلمة الجائحة التي لن تنتهي سريعا، ولم يتبقى أمامنا سوى الانتظار لمعرفة النتيجة أو انقشاع الوباء برمته، وهذا صعب المنال حاليا.
وفي عز انشغال العالم في تمكين أعداد كبيرة من تلقي التطعيمات أو الحصول على كميات منها، ننشغل جميعاً في تساؤلات محددة يطغى عليها اثنان محيراً. الأول، كم مدة فعالية اللقاح ومناعة الجسم ضد الفيروس؟ والثاني، ما إذا كان اللقاح يحمي من العدوى ويمنع انتقالها من شخص لآخر أو لا؟ في الحقيقة فإن منظمة الصحة العالمية نفسها لا تملك إجابة قاطعة، خصوصاً وأنها لم تختبر هذا النوع من الفيروسات ولم تتم تجربة اللقاح على أمراض أخرى من قبل. ما زال غير معروف إلى متى تستمر المناعة من اللقاحات المتوفرة حالياً. منظمة الصحة العالمية تتابع الأشخاص الذين تلقوا التطعيمات لمعرفة ما إذا كانت استجابتهم المناعية تدوم مع مرور الوقت أم لا، وطول الفترة الزمنية التي يتمتعون فيها بالحماية من المرض. الخبر الجيد وسط هذا الترقب هو أن من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بدأت تظهر لديهم استجابة مناعية جيدة في غضون أسبوعين تقريباً، كما تبين بالفعل أن الجرعة الثانية من اللقاح تعزز الاستجابة المناعية وتزداد قوتها خلال فترة زمنية أقصر، إلا أنه لا يمكن حسم ما إذا كان اللقاح يحمي من العدوى فعلاً أم لا، وما إذا كان يحمي من انتقال الفيروس إلى حين المراقبة والانتظار. ولأن الانتظار سيد الموقف، يبقى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مستمراً بحسب الدكتورة أوبراين لهذه الأسباب. هناك فئات عمرية وبعض الحالات التي لم يتم السماح بحصولهم على اللقاح مثل الأطفال، وهكذا فإنه ستستمر في التعرض لخطر كل من المرض والعدوى والقدرة على نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، كما أن نقص المعروض من اللقاحات يستدعي الاستمرار في هذه الإجراءات الاحترازية. خرج اللقاح إلى النور، لكن يبدو أننا لن نخرج من دائرة التساؤلات لبعض الوقت. سمح السيد، العربية. أيضاً تتابعون في الرابعة، ولكن بعد الفاصل. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساهمات مالية بأكثر من 9 ملايين دولار لدعم برامج الطفولة عالمياً. السعودية تسجل أعلى عدد من إصابات كورونا خلال شهرين لأكثر من 300 حالة وإغلاق فوري للمنشآت المخالفة للإجراءات. دبي تشدد من إجراءات مواجهة كورونا وتخفض نسب زوار المجمعات التجارية وساكني الفنادق. الطاقة السعودية تعلن عن منظومة للطاقة الشمسية تتيح للأفراد إنتاج الكهرباء من منازلهم. وارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي لأكثر من 21% خلال 2020. أمانة منطقة الرياض تعلن عن مبادرة الاستغلال الحضري للمساحات الفارغة في العاصمة. أهلا بكم مجددا. دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الملتقى العلبي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار تحسين التجربة في رحلة الضيف، والذي تنظمه جامعة أم القرى افتراضيا لمدة يومين. ويقدم الملتقى 15 جلسة علبية في أكثر من 30 موضوعا بهدف دعم قرارات تحسين خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة الحشود. وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى العلبي خالد أسرة أن الملتقى يتضمن 3 محاور رئيسية متنوعة بين الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى محوري خدمات ضيوف الرحمن والطاقة الاستيعابية. في هذا الملتقى سنركز على 3 جوانب أو محاور أساسية، وهي الاستيعابية والاستدامة. وأيضا هذا الملتقى يضم أكثر من 25 جهة بين قطاع حكومي وقطاع خاص، وقدم أكثر من 100 ورقة علمية محكمة، يهدف إلى تبادل الأفكار بين الجهات ذات العلاقة لتحسين
منظومة الحج والعمرة وتطوير الخدمات والمرافق، بها أيضا عرض المبادرات التي تقوم بها الجهات المعنية بهذه المنظومة، والأهم من ذلك ودعم اتخاذ القرار. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة مساهمة مالية مع البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، واشتملت المذكرة التي وقعت افتراضيا على تقديم أكثر من 9 ملايين دولار لدعم الصندوق الإسلامي العالمي للأعمال الخيرية للأطفال عبر مشروعين: الأول دعم الخدمات الصحية والتغذوية من خلال الرعاية الصحية الأولية للاجئين الروهينجا في بنغلاديش، بما يعمل المشروع الثاني على تحسين الخدمات الصحية لأطفال محافظات بلوشستان والبنجاب في باكستان. أعلنت وزارة الطاقة السعودية جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، والتي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في السعودية. بدورها دشنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بوابة شمسي التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية، وذلك قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة. معنا من الرياض محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء دكتور عبد الرحمن آل إبراهيم. أهلا بك دكتور عبد الرحمن إلى نشرة الرابعة. المستهلك سيصبح منتج، كيف ذلك؟ شكرا أخوي محمد. هذه حقيقة أحد الأدوات والتشريعات اللي وعد سمو وزير الطاقة بتوفيرها وتسخيرها للمجتمع والأفراد. محور التطوير اللي أمامنا الآن في هذه الأدوات وكيف يمكن أن يكون لهذا المستهلك أن يستفيد من هذه التقنيات المتسارعة في توليد الطاقة الكهربائية. مؤخرا تنظيم أنظمة الطاقة الشمسية حقيقة أصبحت متطورة متاحة باقتصاديات غير معهودة سابقا. كيف يمكن للمستهلك الفرد أن يستفيد من هذه الطاقة الشمسية؟ كيف يمكن أن يركب هذه الأنظمة في منزله؟ كيف يمكن أن يركبها في مشروعه التجاري؟ كيف يمكن أن يستفيد فيها من توليده الذاتي؟ كيف يمكن أن يكون منتجاً هو كذلك للشبكة العامة؟ هذه هي أدوات التشريعات. طيب التي دكتور عبد الرحمن، أنت ما خليت لي ولا سؤال، سألت كل الأسئلة اللي كنت ناوي أسألك إياها، لأن الإجابة عليك دكتور، كل الأسئلة اللي ذكرتها تحتاج إلى إجابات دكتور. سام بكل تأكيد، الطاقة الشمسية الحمد لله مؤخراً اقتصادياتها أصبحت شبه واعدة، لكن هو السؤال كم تكلفة شراء هذه الأنظمة؟ وكيف يمكن أن أوفر من هذه الاقتصاديات وأقول مقابل رأس المال الذي أستطيع أن أدفعه مقابل شراء هذه الأنظمة والتوفير الوارد الذي يمكن أن أوفره في المنزل اقتصادياته؟ الجدوى الاقتصادية سؤال مهم جدا، يعني الجميع أو غالبا الناس مستعدين أن يدفعون مقابل رأس المال، لكن ما عندهم الأداة اللي يستطيعوا يقيسوا فيه الجدوى الاقتصادية. هذه الأدوات والتشريعات التي أطلقت اليوم مصاحبة لها أدوات مثل برنامج شمسي الذي يستطيع أن يدخل كل منا مساحة المتاحة في منزله، يستطيع أن يقول له ما هو الحجم الذي يستطيع في النظام الكهربائي الذي يمكن أن يركب في المنزل، كم تكلفة النظام، كم الوفر الناتج، ويقرر بتلك اللحظة بوعي وبإدراك كم الاقتصاديات هذا الأمر. ما هي كذلك الشركات المؤهلة الآن المتاحة في السوق السعودي التي يمكن أن تقدم لك هذه الخدمة ومؤهلة للتعامل مع الشبكة العامة بحيث أنها توصل لك الشبكة العامة وتستطيع أن توفر هذه الطاقة؟ إذن كل هذه المعلومات دكتور عبد الرحمن ستكون متوفرة من خلال تطبيق شمسي للأشخاص الذين لا يوجد لديهم التطبيق حتى الآن. هل هناك جدوى اقتصادية للأفراد من خلال المشاركة في هذه المبادرة البيئية؟ بكل تأكيد التطبيق متاح لكل الأفراد، هو في الموقع الآن www.shamsi.gov.sa. أي واحد friendly user interface بدخول بسيط جدا يستطيع أن يعطي المعلومات، ثم يحصل في خلال أقل من دقيقة المؤشرات الأداء التي يمكن أن يقول اقتصاديا أريد أن أستخدمها ومارس هذه التطبيقات، أستطيع أن أستخدمها في البيت. هي ليست
إعلان ودعوة لشراء النظام بقدر ما هو بوعي كل منا يستطيع أن يعرف كم التكلفة وكم الاقتصاديات المتاحة له وما هي الشركات التي يمكن أن يقدم فيها بالأفضل باللازم. طيب جميل، بمعدل متوسط شخص لديه مثلا بيت صغيرة أو فيلا صغيرة، كم متوسط تكلفة تركيب هذا النظام، نظام استخدام الطاقة الشمسية، وكم المردود، وعلى كم سنة سيعوض مثلا تكلفة إنشاء هذه الخلايا الشمسية؟ نعم، المساحات تختلف من منطقة لأخرى ومن مكان لآخر مثل ما ذكرت أخوي محمد، لكن النقطة الرئيسية الأخيرة التي ذكرتها هي الحقيقة الجدوى. احنا متوقع العائد الذي يمكن أن يسترد في رأس المال من 10 سنوات إلى 11 سنة مقابل النظام اللي هو عمره 20 سنة، فبالتالي يكون الشخص أمامه بوعي يستثمر. وهذه النقطة الرئيسية، حينما يذهب الإنسان إلى الشركات الموجودة حاليا الآن، بعض الشركات تغامر ببعض مفردات وتقول سنخفض استهلاك الكهرباء لكن لا نقول لك كم التكلفة في هذا الأمر، وبالتالي العائد الجدوى الاقتصادية في هذا الأمر تتكلم ما بين 10 إلى 11 سنة في تطبيق النظام في الجهات السكنية والتجارية حاليا. طيب إلى الآن يبقى هذا النظام اختياري وليس إلزامي، ولكن في المقابل هل ستقومون بالتشاور أو المشاركة مع جهات أخرى من أجل مثلا تقديم قروض أو نصائح هندسية أو ما إلى ذلك من أجل تسهيل مشاركة المجتمع في هذه المبادرة؟ هذه الآن من المبادرات اللي الآن مدخولة الآن في المجتمع. إحنا الآن نريد أن يكون لدينا، ننتقل مما يسمى centralized generation إلى distributed generation، يمكن للقطاع التوزيع أن يشارك في عمليات توليد بالذات في عمليات الذروة. الأدوات الفنية والأدوات للمواطن حتى يكون بوعي واعدة هناك، بس الفرص الآن المالية التي لابد أن تصاحب في هذا الأمر. هناك مجموعة أدوات ستقدم للمجتمع حتى يكون المجتمع بوعي يستطيع أن يستفيد من هذه التقنيات الحديثة وبطريقة ممكنة بإذن الله عز وجل. محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، شكرا لوجودك في الرابعة. كشف صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية هدف عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأخير من عام 2020. التوطين الوظيفي تجاوز 21% بنهاية العام الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2019. كما بلغ عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية من القطاع الخاص أكثر من 1.5 مليون سعودي بنهاية 2020، حيث تجاوز الذكور المسجلين في التأمينات الاجتماعية نسبة الإناث بمعدل 65%. وعلى مستوى المناطق تصدرت المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين، حيث تجاوزت 25%، تلتها الرياض ثم مكة المكرمة. معنا من الرياض عبر الهاتف الكاتب الاقتصادي محمد العنقري. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك إلى الرابعة. في العادة يكون هناك نسب في ارتفاع التوطين، ولكن أن تتجاوز النسبة 20% وفي عام واجهنا فيه تحديات كعشرين، هذا رقم صعب. تحية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد هو رقم صعب، ولكن علينا أن ننظر إلى الأمر من ناحيتين. هناك إضافة 81,900 وظيفة، وهذا هو الأمر الجيد في الربع الثالث. كان بحدود 44,900 للذكور وحوالي 38,900 للإناث. العامل الآخر الذي أعتقد أنه ساهم برفع نسبة التوطين أيضا خروج 257,000 من العمالة الوافدة من السوق. طبعا قطاع الخدمات كان فيه بعض النشاطات من قطاع الخدمات هي من يعني ارتفع عليها الطلب، وبالتالي ساهمت في رفع معدلات التوطين. إضافة إلى ذلك أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدعم القطاع الخاص من خلال مبادرات عديدة فاقت تكلفتها 200 مليار، وأيضا التوجيه الملكي الكريم بدفع ساند بشكل استثنائي للموظفين السعوديين ببعض القطاعات للحفاظ على هذه الوظائف، كل هذه ساهمت بإبقاء نسبة التوطين
في مستويات جيدة، وارتفعت كما ذكرت لك من خلال عاملين، إضافة يعني موظفين من المواطنين في الربع الثالث، وخروج أيضا عمالة وافدة، وبالتالي لابد أن ترتفع النسبة. وهنا سؤال دكتور، أيهما أنجح في استراتيجية التوطين، الإحلال أم خلق وظائف ذات جدوى اقتصادية وذات جاذبية للمواطنين؟ الإجابة على هذا السؤال من فرعين، لدينا التوطين ولدينا خفض نسبة البطالة. خفض نسبة البطالة العامل الأهم فيه هو توليد الوظائف. كلما اتسعنا في النشاطات ووسعنا من حجم الاقتصاد وولدنا فرص وظيفية في قطاعات ذات استدامة ووظائف مجزية ومناسبة للمواطنين، هذا يكون هو الحل الأمثل والأفضل والأكثر دعما للاقتصاد، لأن المستهلك في الاقتصاد السعودي له تأثير كبير. أما عملية التوطين فهنا نتكلم عن جانب آخر، وهو عندما ننظر إلى القطاعات في الاقتصاد السعودي، لدينا قطاعات نسميها قطاعات مهمة ووظائف حرجة ومهن لابد من عملية توطينها لاستدامة الاقتصاد، لأن العمالة تتحرك، تذهب خارج المملكة، تعود إلى بلدانها إلى آخره، فلا بد أن يكون الجل من يشغلون القطاعات مثل الصحية، الهندسية إلى آخره، الفنية، لا بد أن يكونوا من مواطنين البلد للحفاظ على. لن يستطيع ترك بلاده في أي أزمة كما حدث في كورونا. سؤال أخير أستاذ محمد، الآن هناك توجه داخل المملكة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في مقابل مثلا اشتراطات داخلية بنسب معينة من التوطين، هل يمكن الجمع ما بين هذين التوجهين؟ أعتقد المملكة الآن تنطلق إلى مفاهيم جديدة في عملية يعني توسيع حجم الاقتصاد وجذب الاستثمارات. هناك نظرة مختلفة في عملية التأهيل وعملية التوطين، نسمع أن وزارة العمل تتجه إلى أن تكون قرارات توطين أو بقرارات وليست بنسب، وهذا عامل يعطيها مرونة أكثر في القدرة على زيادة عدد المشاركة من المواطنين في الاقتصاد. لا ننسى أن بعد الكوارث أو الأزمات دائما تكون هناك فرص كبيرة تظهر، والمملكة يعني عبرت عن هذا الجانب بسرعة من خلال ما أطلق خلال الأيام الماضية، والتركيز على تنشيط 13 قطاع من خلال صندوق الاستثمارات العامة. أعتقد هذا بدوره سيكون يعني عامل مهم في زيادة نسب التوظيف بالنسبة للمواطنين. كاتب الاقتصادي محمد العنقري، شكرا جزيلا لك. سجل سوق الأسهم السعودية ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية بما يزيد عن 200 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، وذلك وفقا لصحيفة الاقتصادية. الاستثمارات الأجنبية قفزت في صافي مشترياتها لتشكل الثاني أعلى مستوى استثماري أجنبي بعد تسجيل الأول في ديسمبر العام الماضي بقيمة تجاوزت 200 مليار و 11 مليون ريال. أيضا سجلت الودائع المصرفية في السعودية أعلى مستوى لها في 6 أعوام، وذلك خلال عام 2020 بنحو 8%، ما يعادل 147 مليار ريال، وذلك بسبب نمو ارتفاع ودائع الأفراد والشركات بنحو 76% من إجمالي الودائع المصرفية، حيث وصل إجمالي الودائع إلى مستوى تريليون و94 بليون ريال، مقارنة بنحو تريليون و79 بليون ريال بنهاية عام 2019. أعلنت أمانة مدينة الرياض عن مبادرة دكة المتخصصة في مجال العمران التكتيكي، التي تهدف إلى تحسين البيئة العمرانية بأدوات منخفضة التكلفة وتطوير الفضاءات العامة بشكل يضمن تفاعل السكان الإيجابي بينهم وبين مدينتهم، على أن يبدأ التنفيذ تدريجيا في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض. ومعنا من الرياض الزميل عبد المحسن الحربي، أهلا بك عبد المحسن، حدثنا أكثر عن دكة.
نعم محمد، بالفعل أطلقت أمانة منطقة الرياض هذا البرنامج، برنامج دكة، الذي يهدف إلى تحسين واستغلال الفضاءات العمرانية في داخل الأحياء أو في محيطها. نتحدث عن الحدائق المنتشرة في الرياض أو في أرجاء هذه الأحياء. نتحدث نحن الآن في أحد المواقع التي يتم تأهيلها لتكون كأحد أولى المواقع المستغلة عمرانيا، لنأخذ هذا المكان نموذجا محمد، المكان الذي وصلنا إليه وهو تحت الإنشاء حاليا، حيث يتم استغلال هذا الممر الذي كان فارغا وكان غير مستفاد منه، ولكن تم إعادة تأهيله كما تشاهد بالرسومات الفنية. طبعا الموقع لم يجهز بعد، ولكن أتينا لنرى كيف تسير الأمور في هذا البرنامج الذي تم إطلاقه، حيث سيتم وضع هذه الممرات. نتحدث عن مئات آلاف الممرات في أحياء الرياض، أيضا مئات وآلاف الحدائق التي يتم استغلالها في الرياض بمثل هذه المناظر والأشكال التي تشاهدونها على الصورة. هذا البرنامج يتضمن زيادة المساحات الخضراء، تخصيص مواقع للدراجات الهوائية، إنشاء أماكن لألعاب الأطفال، وتوفير ممرات عبور آمنة. ونتحدث هنا عن أحد ممرات العبور الآمنة، لأني أتواجد في هذا الحي الذي هذا الممر تحديدا يربط الحي بالشارع العام. هذا الأسلوب الذي اتخذته أمانة منطقة الرياض في تحسين المشهد الحضري. طيب في الأساس يعتبر أو يعد بحسب انطلقت ربما مؤخرا، لنتحدث عن مستقبل هذه المبادرة، وهل ستشمل هذه المبادرة جميع أحياء العاصمة الرياض أم مناطق بعينها؟ بحسب ما أعلم محمد أنها ستشمل جميع مناطق الرياض. هذا الأسلوب الذي اتخذته أمانة منطقة الرياض في العمران هو بحسب المختصين هو العمران التكتيكي، وهما تحدثت عنه الأمانة ببيانها. العمران التكتيكي أحد أهم مميزاته أنه يقوم بهذه الأعمال بشكل سريع وبتكلفة قليلة جدا مقارنة بالمشاريع الأخرى التي تقام في الرياض، المشاريع الضخمة، ولكن هذا المشروع يقام بأقل تكلفة ممكنة ليشمل أكبر عدد ممكن، وكذلك ليوفر بيئة مناسبة جاذبة لسكان مدينة الرياض، وكذلك لإعادة إحياء المناطق الغير مستغلة أو حتى المناطق المتواجدة، إعادة إحيائها بطريقة فنية، بطريقة تجذب سكان العاصمة لأن يعيشوا في الرياض، وكذلك بطرق عيش جديدة. نتحدث عن أنسنة المدن الذي كان هنالك حديث كبير خلال الفترة الماضية عنه، ونشاهده الآن في هذا المشروع وفي المشاريع الأخرى في مدينة الرياض لتحفيز السكان على العيش في مدينتهم بطريقة مبتكرة، بطريقة تجعلهم يحبون هذه المدينة، يمارسون فيها هواياتهم وأمورهم التي يحبونها في هذه العاصمة. موجود عبد المحسن، انتظرني قريبا واستمتع حتى ذلك الوقت في العاصمة. شكرا عبد المحسن. أيضا تتابعون في نشرات الرابعة، الدفاع المدني السعودي يحذر من حالة مطرية تبدأ اليوم على عدة مناطق، ومن أخبار الرياضة في نشرة الرابعة ولكن بعد قليل. رئيس أولمبياد طوكيو يؤكد إقامة الدورة بغض النظر عن أزمة كورونا. أهلا وسهلا بكم مجددا إلى الرابعة. كشفت وزارة الداخلية السعودية للعربية
أن مركز التدريب النسوي بالأمن العام ما زال يستقبل الراغبات في الالتحاق بالعمل العسكري وفق احتياجات القطاعات الأمنية، فيما خضعت المجندات التي تم تخريجهن ل34 دورة تأهيلية وعلى أعلى المعايير. أكثر من 2100 مجندة أنهى مركز التدريب النسوي في الأمن العام تأهيلهن خلال العامين الماضيين. المركز يعد الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية السعودية. إيقانا منا بوجود معهد تدريبي يتميز بندرة تخصصه وطبيعته العلمية، فقد رسم هيكله التنظيمي ونظمت مهامه وحددت أهدافه، وأنشئ معهد التدريب النسوي على أحدث طراز تدريبي وأيضا التقنية العالية والمعامل الحاسوبية، أيضا كانت هنالك القاعات التدريبية والميادين. المجندات والمدنيات خضعن لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني، وتضمنت البرامج مناهج نظرية وعملية منها الرماية واللياقة والمشاة العسكرية. يقدم معهد التدريب النسوي للملتحقات بدورة الفرد الأساسي مادة المشاة العسكرية، والتي تعتبر الركيزة العسكرية بشكل عام، طبعا تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبل أوامر وتنفيذها بتفاني واحترافية، وذلك يعزز روح الولاء والاعتزاز بهذا الوطن الغالي بقياداته ومقدساته وشعبه. الكوادر المجندة تم ضخها لقطاعات أمنية منها أمن الطرق والشرطة والمرور والقوات الخاصة للحج والعمرة والسجون والأدلة الجنائية وغيرها. حياة الغامدي، العربية، الرياض. وقفتنا الرياضية هذا المساء مع زميل زياد عبيدات. شكرا يا محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن اليابان ستحتضن الدورة الصيفية بغض النظر عن أزمة كورونا، كما أكد العمل عن كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية على تحقيق ذلك. أكد موري أن المناقشات الحالية تهتم بكيفية استضافة الألعاب وليس التساؤل عن إمكانية إقامتها، وكان أولمبياد طوكيو قد تأجل من العام الماضي بسبب انتشار الوباء، بينما زادت مؤخرا التكهنات حول مصيره بسبب زيادة أعداد المصابين وإعلان اليابان حالة الطوارئ في طوكيو بالإضافة لمدن أخرى. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة فلورنتينو بيريز رئيس النادي بفيروس كورونا، ويأتي الاختبار الإيجابي بعد أسبوع من إعلان النادي الملكي عن إصابة مدربه زين الدين زيدان بالفيروس. وأكد بيان النادي أن بيريز لا يعاني من أي أعراض، كما لم تظهر أي أعراض على زيدان الذي عاد إلى ملعب التدريبات في العاصمة مدريد بعد فترة قضاها في الحجر الصحي. وصل سبورتينغ لشبونة صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد تغلبه على بنفيكا بهدف مقابل لا شيء في الجولة 16 من المسابقة. فبعد شوط أول سلبي النتيجة انتظر المتصدر حتى الوقت بدل الضائع ليسجل هدف الفوز عن طريق اللاعب ماتياس نونيز، ليصل رصيد سبورتينغ إلى 42 نقطة مقابل 34 نقطة لفريق بنفيكا في المرتبة الثالثة للدوري البرتغالي. وحافظ بورتو على المركز الثاني في الدوري البرتغالي لكرة القدم إثر فوزه على فريق ريو آفي بهدفين مقابل لا شيء. سجل اللاعب الكولومبي لويس دياز الهدف الأول لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة. وأضاف اللاعب البرازيلي إيفانيلسون الهدف الثاني عند الدقيقة 64 ليرتفع رصيد بورتو إلى 38 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد ريو آفي عند 15 نقطة. تشهد الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه فريق ساوثهامبتون، ويسعى اليونايتد إلى استعادة الصدارة من جاره السيتي حيث يملك 41 نقطة. بالمقابل يحتل ساوثهامبتون المركز 11 وتعرض لثلاث خسائر على التوالي. وفي الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يحل أرسنال ضيفا على فريق ويلفرهامبتون، ويحتل الفريق اللندني المركز 10 ب 31 نقطة،
ويأتي من تعادل سلبي أمام اليونايتد في الجولة الماضية، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الرابع عشر ب23 نقطة. نتوقع مباراة صعبة، إنه فريق سجل تحسنا كثيرا في السنوات الأخيرة وحقق بعض النتائج الكبيرة أمام فرق المقدمة، لذا فسوف تكون المباراة اختبارا جيدا بالنسبة لنا. عندما تعرف ما تريده وتعرف ما تريد القيام به فإن الأمور تكون أكثر سهولة. نأمل ألا نواجه أي مفاجآت سيئة وأن نتمكن من التحكم فيما نريد القيام به. في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم يلتقي الليلة إنتر ميلان مع ضيفه يوفنتوس. الإنتر تأهل لهذا الدور بعد تغلبه على غريمه ميلان في ديربي مدينة ميلانو بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل فريق السيدة العجوز بالفوز على سبال برباعية نظيفة، ويسعى لرد اعتباره من فريق المدرب كونتي الذي هزمه بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 18 من مسابقة الدوري. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، ومباشرة نعود إليك محمد. شكرا زياد. بدأ عرض فيلم حد الطار في دورة السينما السعودية، والذي يعد أول فيلم سعودي يشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان الدولي، حيث شارك لأول مرة في شهر ديسمبر الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42. بعد رحلة قصيرة مع المهرجانات والجوائز الدولية، بدأ فيلم حد الطار السعودي في العرض على الجمهور السعودي، حيث أصبح متاحا في جميع دور العرض. شخصية سرور في الفيلم حبيب شامة، وأنا اللي أكره شخص البطل حق الفيلم اللي هو دايل. ولا ودي أتكلم عن الدور عشان ما أحرقه، لكن تشوفونه إن شاء الله بالفيلم. دوري بدرية في حد الطار، دور بدرية من الأدوار اللي إن شاء الله الجمهور يحبها لأنها جدا يعني كئيبة طول الوقت لأسباب إن شاء الله راح تعرفونها في الفيلم. الفيلم قصة ابن سياف يحب بنت طقاقة اللي هي فنانة فيك الفترة، كانت تسمى طقاقة يعني. هذا باختصار اللي أقدر أقول لك إياه. الفيلم يحكي قصة ابن السياف الذي يرغب في زواج من ابنة مغنية الأفراح، يحكي قصة هذه المشاعر التي نشأت على حد الطار بينما يبقى مصيرها الصعب مجهولا. أنا فخور بجيلي جدا، كل الشباب أعرفهم كلهم أصدقاء، والكل صراحة عنده شيء يقوله. هذا اللي يقول صار في هذه الروح الجديدة الآن بدأت تطلع بدأت توضح، لولا وجود السينما ما كان شفنا هذه القصة. حد الطار فيلم سعودي حصل على جائزة عربية في مهرجان القاهرة، هذا الشيء إنجاز لنا كلنا كفنانين سعوديين، إحنا نكبر مع بعض ننجز مع بعض كلنا. تشهد تطبيقات الحجوزات إقبالا جيدا على الفيلم الذي يحتفي أبطاله ببداية مرضية ومحفزة للغاية، في انتظار آراء الحضور لاحقا، والتي من شأنها أن تبقي الفيلم لأشهر عديدة في دور العرض، وهي المهمة التي كانت صعبة على ما سبقه من أفلام في الفترة الأخيرة. سهى الوعل، العربية، الرياض. حذر الدفاع المدني السعودي من هطول أمطار رعدية بداية من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل في مناطق متفرقة حول المملكة. الحالة المطرية التي توقعها مركز الأرصاد تتراوح بين هطول خفيف المستوى إلى متوسط، مع احتمالية تعرض العاصمة الرياض لأمطار شديدة الغزارة، بالإضافة إلى عدد من المناطق الشرقية والشمالية والغربية. في ختام الرابعة تذكير بأبرز العناوين. السعودية تسجل أعلى عدد من إصابات كورونا خلال شهرين لأكثر من 300 حالة، وإغلاق فوري للمنشآت المخالفة للإجراءات. دبي تشدد من إجراءات مواجهة كورونا وتخفض نسب زوار المجمعات التجارية وساكني الفنادق. الطاقة السعودية تعلن عن منظومة للطاقة الشمسية تتيح للأفراد إنتاج الكهرباء من منازلهم. ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي لأكثر من 21% خلال 2020. وأمانة منطقة الرياض تعلن مبادرة لاستغلال المساحات الفارغة في العاصمة. إلى اللقاء.